اليوم كاين واحد الاحتفال متميز ومميز مع الجميلة نرجس اللي عرفوها المغاربة كاملين وتعاطفوا معها وتضامنوا معها بواحد الخرجة كانت دارتها بواحد الفيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نقولوش أن نرجس ما كانتش معروفة قبل من هذا الفيديو، أكيد أن نرجس كانت معروفة قبل، غير هو هذا الفيديو كسبها واحد الشعبية أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا وسط النساء الجنس اللطيف. اليوم غنتعرفوا عن قرب على الجميلة نرجس. جميلة بهذا الحال، غزالة والله إلا غزالة، ما دايرة تنقطة المكياج يلاه زوينة زوينة والله إلا فنة بالله. شوفي الجمال، جمال الروح وجمال القلب واللي زوين راه زوين. الحمد لله الحمد لله. واخا يعوم من اثنين اثنين. عرفينا أكثر، قربينا بعدا كينا، شكون هي نرجس؟ نرجس هي أنا، هذه اللي كتشوفي حداك هي أنا. أنا إنسانة بسيطة جدا، عفوية لأقصى درجة، كنعتبر راسي من الناس اللي هما طيبين، قدر يكون فيها شي شويه ديال التحرميات بحال الناس كاملين، ولكن شي واحد، ولكن زعما المعدن ديالي لداخل طيب الحمد لله. غير هما التحرميات راه فيهم وفيهم، كاين التحرميات اللي كتضر والتحرميات اللي اصلا ملي كتكون مع الانسان طيب ما تضر حتى واحد. انا تحرميتي عاضريفه زعما عاديه بسيطه، زعما كنقول لك زعما بما معنى انني ماشي بارفيت، ماشي انسانه نموذجيه واو واعره، ما كنغلطش، كندير اخطاء بزاف ودرت بزاف ديال الاخطاء في حياتي واخطات مع بزاف ديال الناس في حياتي، ولكن عندي واحد الضمير كيأنبني وهاد الايامات ولا نايض مزيان محيح عليا، دونك كنحس براسي كل ما كبرت كنزيد نضج وكيزيد الضمير ديالي كيربيني. جميل جدا ان يكون عندنا ضمير وتكون عندنا صحوه ضمير، وجميل جدا اننا نكونوا وناس طيبين في الداخل ديالنا، واجمل حاجه اننا ما ناديوش الناس طبعا، واننا حتى لا اديناهم عن غير قصد، كتنوض فينا ديك صحوه الضمير وكنقولوا ستوب شنو درنا. داك الفيديو اللي دار واحد الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي واللي شفناك فيه في واحد الحاله صراحه اللي ما فيش قد، وكدي الانسان يغيبكي بكينا معك، الناس بكاو داكشي. هذاك الفيديو كان هو ردة فعل، يعني كنا عندنا ردود افعال، بعض المرات ردود الافعال ما كنتحكموش فيها، ملي كنكونوا جالسين وازنين كلامنا وداكشي كنقدروا اننا نزوقوا هذيك ردة الفعل ونرجعوها ناضجه شويه. هذاك الفيديو كان غير ناضج، يعني دابا انا مثلا كون فكرت غير واحد الساعه قبل ما نديرو كان ممكن انني نديرو بطريقه واحده اخرى، ولا كنت شاورتي غير مع شي حد ما يخليكش ديريه. لا، ولكن انا الشخص اللي هو معني بالامر هو اللي طلب مني نديرو، هو كان طلب تحت الحاح، انا هذاك الالحاح هو اللي خلاني نتنرفز. والمراه طبعا راه انت مراه بحالي بحالك، دغيا المشاعر ديالك يعني بغيتي تقولي لي ان مهدي هو اللي كان قال لك ديري هذا الفيديو؟ شوف انا ما بغيتش الصراحه نهضر على مهدي، حيت مهدي واحد انسان ما عرفتش الهضره هذه واش خصني نقولها ولا لا، ولكن واحد الانسان اللي زوين بزاف من الداخل. علاش ما خصكش تقوليها؟ مهدي كيبقى في الاول وفي الاخير الزوج ديالك وبات بنتك، وواحد الشخص اللي دوزت معاه بزاف الحاجات زوينين وكنحترمه، وانا وياه كنموتوا بالضحك وكنحترموا بعضياتنا بزاف، ولكن الظروف والملابسات والاحداث والوقائع اللي كتخلي كل واحد فينا ينادوا المشاكل هكاك، مشاكل ما كتخطى حتى شي دار، يمكن حيت عرفتي ديك اللعبه ديال ما كيقول لك الفنانين كلهم كيجيهم الكونسير مثلا، اغلبيه الفنانين كيجيهم الكونسير، او اغلبيه الفنانين كيطلقوا، ولا اغلبيه الفنانين سبحان الله كلهم كيطلقوا. لا راه غير حيت هادوك الاشخاص مسلطين عليهم الاضواء ديال الناس عليها، ملي كترى شي حاجه كتبان، يعني الا كانوا 100 فنان خمسه طلقوا كتولي كتبان كبيره، ولكن المغرب راه فيه 40 مليون نسمه كل نهار كيطلقوا الالاف. انت درتي البوز داك الفيديو، ما كنتيش مثلا متوقع ان غديري بيه البوز. الميكرو اقسم بالله العلي العظيم وربي ما يسهلش عليا، الله ينجيك، الا كنت اختي ناويه شي بوز ولا ما عمري بغيت ندير شي بوز. انا راه كنبغي بعض المرات نعبر على رايي، كيقولوا لي دايره البوز، والله يا اختي ما اكثر حاجه كديرونجيني هي الاضواء والناس يشوفوا فيا ولا يركزوا عليا. هي شوف، هي كانت معلومه كان خصها توصل للناس، اللي من حق هذاك الشخص الاخر اللي هو مهدي، المهم اسمح لي مهدي حيت كنجبد سميتك، من حقه يطلب مني شي حاجه اللي خصني نوضع على حد حدا الناس باش ما يبقاش يتربطوا الاسماء ديالنا. ياك ممكن حتى هو في هذيك اللحظه كان معصب ولا شي حاجه. شوفي هذيك لا فيديو جات، انا صراحه ندمت عليها بزاف حيت ما كانش خصني نخرج نهائيا،
والناس ما عندهم ما يديروا اصلا بهذيك المعلومه، ماشي شي حاجه مفيده في اطار ما هو غير اطار ما مفيد. هو ما هو غير مفيد آه ماشي شي حاجه، ولكن واش شفتي التفاعل اللي كان معها بالرغم من انها لن تفيدني انايا نرجس مع مهدي في اي حاجه، لا انا لا الاخر لا الاخر لا الاخر، واش مجوجين واش مطلقين واش، ولكن بما انه واحد الشخصيه اللي هي عموميه كيتفرجوا فيها كاع الناس هو فنان ونرجس معروفه وهذا شيء متداول في العالم كله، فبالطبيعي اننا نبغي ونعرفوا اش غيعطيونا هذوك الفنانه شنو عندهم في حياتهم الخاصه. كاين واحد كيشوفونا كاينين حتى لي باباغاتسي نرجس بحكم انك عشتي في برا وعرفتي كاينين لي باباغاتسي اللي يتصيدون المعلومه من المشاهير. شوفي كاين بزاف ديال الناس ركبوا على داك الشيء، كاين بزاف ديال الهضرات قالت لي هي ماشي صحيحه. اما انا ومهدي والله العلي العظيم لا زعما كنحترموا بعضياتنا بزاف بزاف، وهو عارفني ان في هذيك اللحظه كنت مدمره زعما منهاره، هو فاهم هذا الشيء هذا، واخا تقلق من ردود الفعل ديال الناس نورمال، مني وجبت حتى انا بقى فيا الحال بزاف. عجبني الحال حيت شفت ان المغاربه كيدافعوا على المراه، ولكن كاين واحد الطرف في هذا الشيء هذا ما عجبنيش هو التنمر وهذا، حيت حتى بنات خواتاته حتى هما عاش معاهم بزاف الحوايج زوينين، ما كنقولش هذا الشيء هذا باش نبان ما تنمرتيش هذا الشيء ما تنتظرتيش التنمر، وخصوصا انك خرجتي قلتي لهم ما رضاوش بيا، من الطبيعي الناس اشنو غتنتظري؟ حنا ما قلتش انا ما رضاوش بيا زعما على الشكل، وانا راه شوفي بزاف ديال الناس كيقولوا لي انت زوينه، انا راه كنشوف راسي خايبه بعدا، ماشي زعما مونك دو كونفيونس، ما كنشوفش راسي زوينه، كنشوف راسي ني في عواج، كنشوف راسي عندي لي غيد، كنشوف راسي يقولوا لك اختي راكي زوينه ما عندك حتى حاجه من هذا الشيء، والله العلي العظيم اختي ما عندك شي حاجه من شوفي انا مقتنعه بهذا الشيء هذا اللي عطاني الله بخير، ولكن انا ما كنشوفش راسي من نساء الواو، عرفتي شحال من وحده ازين مني وشحال من وحده واعره عليا، انا ما ربما الناس داروا مقارنه ما بينك وبين مهدي، وبطبيعه الحال نرجس انت دابا يا انسانه قاريه واعيه كتعرفي انني مادام خرجت بواحد لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي راه ما غيستهدفش فقط واحد الفئه اللي هي واعيه، شوفي هذيك غنستهدفوا جميع الفئات، هذيك الخرجه كي اللي غيتنمر ايدونتيفياو فيها يعني لقاو راسهم فيها بزاف ديال لي فام ممكن كيعانيو من العجوزه واللوسه وداك الشيء، ولكن هذا الشيء راه غير تم تحويره على حسب لا سيتوياسيون ديال كل امراه. اما انا زعما ماما عائشه ما كنقدرش نقول لها تاع عائشه، ماما تمهدي ماما عائشه كنحترمها بزاف وعزيزه عليا بزاف، وما عمرها ادتني في حتى شي حاجه خايبه، الظروف هي اللي خلاتني شتي راه ممكن نكون انا غلطه وحسيت بهم انهم رافضيني، ممكن نكون غلطه اولا نكون متحسسه اكثر من القياس، اولا كنت كنتسنى منهم واحد التكبيره انهم يكبروا بيا ويحسوني انني واعره وداك الشيء، وما تصرفوا طبيعي وانت جاتك هذيك الطبيعيه ما عجباتكش جاتك بحال من واحد الناس تكوني كتسناي مثلا باك كتقولي له جيب لي شي حاجه شري لي هذاك النونوغس الكبير، كتبقى تحلم بهذاك النونوغس الكبير يجيك واحد النهار وما كيجيكش هذاك النونوغس الكبير، كيجيك واحد العيبه حلوه ولا كتقول علاش كيبقى فيك الحال خيبه الامل وراه بقى فيا الحال، يعني راه هذوك الناس مهمين عندي حيت هما كانوش مهمين عندي ما يبقاش فيا الحال، راسهم يكبروا بيا ولا ما يكبروش بيا جو مون فو. دابا انت واش كتحاولي تصلحي الخرجه؟ لا ما كنحاول ندير حتى شي حاجه، انا هذيك الخرجه ديالي كانت غير ما فيها ما هز معها حتى شي حاجه ضد حتى شي واحد، كانت تعبر على الحزن والالم ديالي الحزن العميق، حيت هذيك راه دوزت شي 3 جوغ وانا كنبكي، بصح كنت حزينه وبقى فيا الحال بصح. شتي انا واحد السيده عشت بزاف ديال الحوايج خايبين في حياتي ومريت بزاف، واحد النهار غتقوليهم لينا الاختبارات ديال الحياه وداك الشيء، واخا لاج ديالي عندي 35 عام ولكن كان يجيني راسي باقا برهوش عليه، بزاف الناس كيقولوا مالك تبرهاش، بصح كيجيني راسي طفله حيت ما عشت الطفوله ديالي، وهذيك التجارب كلها اللي عشت خلاتني نثق في حاجه وحده ونامن بها بزاف، واخا واحد الفتره في حياتي كنت كنسول وعندي بزاف ديال الاسئله وداك الشيء، ولكن الحاجه اللي كنامن بها هي الله، بالله ملي كنجي نعس اختي كنهز عيني للسما وكنقول له يا ربي راه انا واخا نعيا نطلب منك الحاجات راه كنشوف غير الشوفه ديالي انا، يعني نقدر نطلب منك شي حاجه غالطه كنقول له انت الشوفه ديالك شامله دير اللي بغيتي، ربي راه كيدير اللي بغى، غيدير اللي بغى الخير غيديروا ليا ولبنتي صافي، والمهدي ولدارهم ولخواتاتهم
ربي راه كيدير لنا دائما الحاجه الزوين. واخا ام فنة غنسميك ام فنة، كيفاش دابا ولات العلاقه بينك وبين العائلات ديال مهدي؟ صلحت شويه من بعد داك الفيديو اللي دار ضجه، ويحسب لهم انهم ما داروا حتى شي خرجه، ما جاوبوش على ديك لا فيديو، بقاو متحفظين ربما باش يخليو داك الود موصول ساعة وله، وربما عرفوا ان الساعة وله كاع كنغلطوا، وخصوصا ملي كيكون هاد العلاقات العائليه ديال اللوسه وديال العدوزه وديال الشيخ، ما كاينش شي مراه مغربيه اللي ما وقعش ليها هذا المشكل. هذا هاد الناس يحسب لهم انهم ما خرجوش واحد ردة فعل بالرغم من التنمر اللي تعرضوا ليه، وانت اول وحده مرتي بداك التنمر. باقا لدابا كتعاني من تأنيب الضمير بحكم داك الشيء اللي قلتي لي انك من الناس اللي كيأنبهم الضمير ديالهم. انا ما كيعجبنيش التنمر، انا ضد التنمر على اي واحد بصراحه، حيت انا كنت حتى انا فواحد الوقت في الطفوله ديالي كنت عرضه للتنمر وكنعرف هاد الشيء هذا. التنمر ماشي فقط على الشكل، تنمر على بزاف، تنمر على اللون. انا راه كيجيني راسي الصفرة صفريطة حالتي حالة، وكيعجبني اللون الاسمر، وكنشوف ان حتى الدليل هو ان لا ماشي زعما ما كنقولش هادشي هذا باش نطيب. لا شوفي شوفي، هو الحب، هو الحب باين عليك نرجس طبعا، الحب باين على عينيك. بنتي سي نورمال. لا ماشي سي نورمال، بات بنتي هادي غير بغيتي تقوليها. شوفي بات بنتي سي نورمال، دوزي مع اختي واحد المو، ماشي كاع الناس كيبغيو الازواج اللي ولدوا معاهم، راه ربما كاينه اللي تزوجوا غير زواج عائلي وما توفقوش في الحب ووقع الطلاق. حنا ملي كندوي على الحب هنا باين على وينات نرجس بخير، ماشي عيب اننا نقولوا كنبغيك. بيان سور ماشي عيب. حتى شوفي انا ومهدي راه بخير، ما كاينش شي حاجه مخبيه بيناتنا، ولا زعما كنقولوا سير انا كنكرهك خايب انت، ولا لا لا مشاعرنا كان فيديو اخر كتبيني انك كتبغي. مشاعرنا حنايا واضحه وباينه، هو عارف كل شيء على المشاعر ديالي وانا عارفه كل شيء على المشاعر ديالو، وكنعذرو وكيعذرني. والحاجه اللي بغيت نقول لك هو ان واخا كنت قلق ولا هذا على هذيك العائله، ولكن عشت معهم بزاف ديال الحوايج زوينين، حسيت معهم بزاف ديال الحوايج زوينين، وخا بعض المرات كنحس بهم انهم خايبين معايا، ولكن انا عارفه ان الداخل ديالهم ناس طيبين. كنقول هذه الهضره هذه والله الا اللي يجعل هذه العلاقه هذه تكمل، كنقولها وكنحيدها. بغيناها تكمل. شوفي ربي راه كيدير. انا بغينا فنة تبقى مع باباها ومع ماماها، وخصوصا ان الحب كاين وديك الفنه ديال الفنه كاينه. شوفي الفنه اصلا جات للمغرب باش تعيش حدا ماماها وباباها وجداتها اللي هي ماما، وحدا ماما عايشه وحدا عمتها وخالتها. اقسم بالله العلي العظيم وربي ما يسهلش عليا الى هذا هو الهدف ديالي، حيت انا ما عشتش هذيك العيشه حدا عائله مجموعه، كانوا عندي غير الخالات واي من جهه ديال الام. بغيت بنتي تعيش هذيك عمتي وهاد الشيء، هاد جدي وجداتي، وتا هي تكون فخوره بحسن فلان، وتقول انا تمشي للمدرسه وتقول انا جدي هو حسن فلان، وانا بابا هو هذا، تشوف تعيش هاد الشيء. صعيب فقدان الاب في حياه الطفله بالخصوص او البنت. طبعا هو راه هذا هو اللي ضرني، حيت انا حيت فقدت هاد الجانب هذا. دونك نبكيو اليوم لا انا لا انت. بكيت واش تصطيتي ولا مالك؟ لا ما بكيتش، ما تخافيش عليا، اليوم مثبته ومحصنه، باغا نشطح. صعيبه نرجس ملي كتكوني فاقده. عمرك قلتي بابا؟ قلت الحسن فلان، قلت له بابا، قلت له بصدق. وبالمناسبه انا كنقول ليه بابا، هو الاب ديال الناس كاملين. هو شوفي كيتعصب وكيبقى يبين راسو زعما راه هو، انا راه كنعرفو مزيان، كيتعصب وكيبين راسو راه هو صعيب وداكشي، ولكن القلب ديالو طيب. وهادشي هذا كنقوله والله، حتى انا دابا وليت كنخطط لحياتي انا وبنتي فقط، زعما ما عنديش نيه انني شي نهار نرجعوا اونصومبل ولا صافي. دابا وليت كنستسلم الفكره ديال انني غنربي بنتي، ولكن غير كنقول كلمه حق ان ديك الشخص انا كنحترمه، وبالنسبه لي راه هو شي حاجه كبيره، حيت قلت له بابا. عرفتي شنو هي تقول بابا لشي واحد ما عمره قالها وقالها؟ يعني راه انت بصح فواحد المرتبه كبيره. ولا كنت بكيت ديك النهار ولا خرجتي حيت بقى فيا الحال بزاف، علاش بابا ما يدافعش عليا؟ فهمتي بغيتي يجي يصفك بغض النظر. راك بابا كيف ما بابات مهدي فوالا، حتى لدرجه انني انا راه كنت كنقول له دائما، كندوي معاه بواحد الاسلوب بشكل غريب، بحال كنعطيه
كنتسنى منه هذاك انه يفضلني كاع تاع على بناته، هي هذه تجي بشي شكل، ولكن غير هذاك بشي شكل. لا وهو بابا حسن ما صعيباش عليه، راك دايرها بزاف ديال المرات، انت اولى انه يفضلك عليهم حيت عارف انت اشنو بالنسبه ليه، هو اشنو بالنسبه لك. ونهار قلتي ليه بابا ما جيتيش وقلتيها ليه؟ لا طبعا ما جيتش وقلتها له. لا ربما غير كيغيروا البنات، يقدر وراه كيغيروا، ربما غيروا منك حيت قلتي ليهم البابا هم بابا. شوفي انا وهذوك البنات دوزنا بزاف الحاجات عادي زوينين. فاطمه الزهره وسهام دوزنا بزاف الحاجات زوينين، ممكن اننا ما عمرنا نتلاقاو مره اخرى، ولكن والله دائما كان الياس هذا. لا ماشي ياس، انا دابا خصني نخطط لحياتي، انا ما يمكنش نبقى ما كاينش شي صله وصل، قطعتو كل شيء يا نرجس. صعيب شويه، ولكن الفيديو هو السبب. ما عرفتش الصراحه شنو السبب، ولكن يمكن هذاك لو مونك ديال الاب خلاني ندير بزاف ديال لي زيفور باش بنتي تعيش حدا بواها وحدا العائله. يمكن هادوك لي زيفور ما لقاوش واحد مقابل، يمكن انا غلطت تسنيت المقابل يكون كبير. حيت ملي كيكون العطاء كبير كنتظروا واحد ردود اكبر، وملي كناخذوا شي حاجه صغيره كنتصدموا، ربما كنديروا رده فعل اللي هي ماشي. انا راه ماشي مالك، راه قلتها القبيله، ولكن ظرفي كان بحال هكا. المهم لا اديت شي واحد يسمح لي، والله يسهل على كل واحد. فراسك راه كنتسنى يقدروا يجيو، حيت انا عارفه عليهم. لا رت عليهم بطبيعه الحال، حيت نبغي بنتي تحتفل حدا جدها وجدتها وعماتها وباها. شوفي ما شافوهاش شحال هادي، ما شافوهاش ماشي بزاف، عاوتاني ما نعيقش، يكون شي شهر ونص ولا شهرين. ولكن راه انا كنعيط للمهدي وكنخليه يشوف بنته، انا ماشي ما كنستغلش بنتي باش نوصل لشي حاجه، وكنعتبر راسي انني قويه بما يكفي انني نوصل للحوايج بلا ما نستغل بنتي. واكيد برافو عليك، وهذا رساله تنوجهها احنا بطبيعه الحال لجميع الامهات، وديما تنقولها ماشي غير اليوم مع نرجس، ان الطلاق ماشي نهايه العالم. نخلي واحد صله الوصل مع وليداتنا، المراه ما تكرهش الوليدات في باهم، والاب ما يكرهش الوليدات في الام مهما جرى اللي جرى، ان الدراري في الاخر هما اللي كيدفعوا الثمن. حرام، انا كتجيني بصح شي حاجه حرام ان شي ام تستغل ولادها باش توصل للراجل، او لا تستغل ولادها باش تعذبو ويجي ويرجع ليها. شنو بحال سحرات له؟ شنو هي الحلاوه؟ جاي بز منه، جاي بزز منه وجاي لعند هذاك الولد باش يعيش معاه، ما جايش عندك انت. انا بصح انسانه قويه بما يكفي انني نخلي راجل يجي عندي انا، ماشي على ود بنتي. تحبني انا حب نرجس. هذا الاسبوع بالنسبه لنرجس هو داك العرس اللي ما درتيش وبغيتي ديريه، ما كرهناش يجي مهدي ويكمل العرس بالعروسه والعريس. صعيب شي شويه حيت تقدر تفهم خايبه بزاف الى جا. انا عارفه واخا ما هضرناش، ولكن انا عارفه ومتاكده انه ما كرهش يكون هنا، ولكن كاينين بزاف ديال الناس يفهموا المجيه ديالو اننا درنا هادشي هذا كله فيلم، حيت راه بصح تقدر تبان. وحنا تنهضروا دابا على لو بوز، راه ولينا في مشكل ديال البوز. والله العلي العظيم انا عارفه الا ما جاش غنقدر عدم المجيء ديالو، حيت بزاف ديال الناس يقولوا ان هادشي هذا فيلم، وهاد اللعيبه كضر بزاف الا قال لك شي واحد راه انت باغي البوز، وانت راه بصح عايش هذيك لا سيتوياسيون، عرفتي شحال كضر وما كتعرفش كيفاش دير تشرح، حيت دابا حتى الناس ما بقاوش عارفوا شنو يتيقوا. هذا هو المشكل، لاننا حنا كنهضروا عليه عصر البوز. قبل ما نختموا معاك نرجس، الامومه شنو بدلات في نرجس؟ كلشي. واشنو باغا تعطي نرجس الفنه؟ واش بغيتي فنه تعيش داكشي اللي عشتي انت وهادشي اللي كتحاربي ليه باش ما تطيحش به؟ شتي اختي اقسم بالله الا هذا هو الجواب على هذيك السطوريات اللي خرجت بهم، حيت انا ما بغيتش بنتي تعيش داكشي اللي انا عشت فيه. بزاف الناس قالوا لي راه حنا بزاف بينا عشنا وكبرنا بلا اب وحنا عاديين وداكشي، ولكن انا لحد الان باقا ملي كنشوف شي بنت صغيره، شتي ملي كنشوف بنتي هزه باها وراه كتجيني الغير، كنبقى نقول سعدات بنتي باباها كيبغيها سعدات. كيفاش عادي تعيش بلا اب؟ راه ماشي عادي تعيش بلا اب. ماشي عادي. شنو الشرخ اللي كيوقع للبنت اللي كبرات بلا اب؟ او اشنو العقد اللي كتقدر توقع للبنت انها تعيش بلا اب؟ ايماج كانت عندي دائما ملي كنت صغير قبل ما نبدا نفهم الحياه ويلا في الابتدائي وداكشي، كنت دائما كنحس براسي بحال انا مقسومه على جوج، جهه وحده عامره وجهه وحده خاويه. ما نقدر نرسم لك هذه الايماج، المهم هذه هي اللي كنت كنحس بها، كنحس بجهه وحده كلها خاويه فيها الفراغ،
هذا هو باش تحس بالفراغ كتبقى تقلب دائما انك تعمر هذاك الفراغ. وذاك الفراغ ما يقدرش يعمره الا الاب، هو اللي كيعمر الفراغ بالنسبه للبنت الاب وبالنسبه للولد الام، حيت دائما حنا محتاجين لهذاك النصف الاخر الاول اللي نتلاقاو به يكون شي شخص يا اما اب يا اما ام. انا مره ونص ولا شنو كبرت بلا اب وبخير، تعقدت بزاف حياتي، ولكن من بعد ملي قريت شويه وهذا وفهمت شخصيتي عجبني الحال بخير. بغيت تشوفيه دابا؟ صراحه مابقاش كيهمني بزاف نشوفه ولا ما نشوفوش، يمكن حيت ملي ولدت تعمرات واحد تعمروا شي بلايص. امتى البنت كتحتاج باها؟ الفتره العمريه اللي كتحتاج فيها البنت لباها، ولا لا فاتت هذيك الفتره باي باي بسلامه بلا ما تجي عندي. كتحتاجو في الصغر ملي كتكون كتعرف اصلا شكون هو راجل، خص اول راجل تشوفه وتعرف شنو هي المعنى ديال الرجوله هو باه. ملي تكون كتجمع هذوك لي زيماج ديال الشخص النموذج تجمعهم من عند باه، باش ملي تكبر ما تبقاش تقلب في هذوك الرجال اللي كتعرف عليهم على الاب، تولي كتقلب على راجل على زوج على حبيب، يكون با عمر لها كاع هذوك الفراغات اللي ممكن يعمرهم وهي صغيره. يمكنش ينقلب انا على راجل وانا في نفس الوقت كنقلب على با في رجل اخر. علاقه فاشله بامتياز. اذا هادشي اللي كتقلبي عليه في بنتك مع مهدي ما بغيتش، وكيبان لك ان مهدي اب مثالي. كيبغيها بزاف صراحه مهدي اب مثالي، يمكن حيت عاش في اسره مثاليه، هما مجموعين مع بعضياتهم كيبغيو بعضياتهم، عايشين في اسره زوينه مع بعضياتهم. تبارك الله عليك النرجس. اشنو تبغي تقولي هضرنا بزاف، اشنو تبغي تقولي للناس وخصوصا الناس اللي وقفوا لك على هذا العرس وهذا الحفل؟ ديال الناس اللي هما داروا معايا اثمنه زوينه كنشكركم من هذا المنبر. اذا هذا الشيء ماشي يعني فابور؟ لا لا لا، كاين شي حاجات اللي هما فابور ولكن بسيطين، انا راه نيشان عندي نيشان نيشان. هذا حتى هو خصنا نعرفوه حيت حنا كنعرفوا، ولكن كاين شي حاجات حيت هو السبوع ديال بنتي بحال شي حاجه خصني انا نديرها، كانوا بزاف ديال الحاجات اللي هما مخلصاهم اختك من جيبها، راه هاد الايام هادي اللي شتيني في انستغرام اشهار مور اشهار دوك الفلوس صحتك الاشهارات. شوف انا واحد السيده صريحه تبارك الله عليك كنحييك على الصراحه، كتنوي ترجعي لكندا ولا صافي قررتي تستقري في المغرب؟ امر وانا مر